هذا بنتي البكر الأولى، بس لفترة لما وصلت للشهر الرابع بدأت تتضعف حالتها، ما عاد رضيت إني ترضع مني طبيعي أبداً، وقع فيها إسهاء. كنت واصل وأنا أسوقها من مستشفى لمستشفى، وهنا في المستشفى بنشوفني اهتماء والحمد لله بنشوفها بتتحسن. الأوضاع الحرب هذا يعني هدايا ليل ونهار، واصلهم يخوفونا، رعبوا أطفالنا، رعبوا مع الأزمة ما فيش مواصلات، ما فيش بترول، حكاية سوء التغذية هذه عندهم عادية. طبعاً غرفنا كلها فاضية، الزجاج مكسر، مجرد ما يسمعوا يعني القصف والطيارات بتحوم والمضادات بتضرب خلاص يشلوا نفسهم ويخرجوا، حتى لو ما مرش عليه 24 ساعة خايفين ايش يجلس يعمل. يعني الطفل عنده سوء تغذية يقول خلاص يموت في البيت، يموت في البيت.